بلغ عدد زوار موسم خريف صلالة بمحافظة ظفار حتى يوم الثلاثاء الفائت قرابة 18,000 زائر من مختلف الدول العربية والأجنبية. السلطنة تستضيف المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لدول آسيا والمحيط الهادي نوفمبر المقبل بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال الضمان الاجتماعي. هيئة حماية المستهلك تشير وبحسب التشريعات القانونية إلى أن المحكمة هي صاحبة الحق في الحكم على المدانين سواء بالتشهير بالأشخاص أو المحلات المخالفة أو السلع المضبوطة. اختتمت المسابقة الثقافية الرمضانية التي نظمها صندوق تقاعد الخدمة المدنية في موسمها الثاني بفوز فريق نزوة بالمركز الأول. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن رفع حظر تصدير السلاح المفروض على إيران يجب أن يحظى بأولوية بعد التوصل لاتفاق دائم بشأن برنامج طهران النووي.